نتكلم النهارده على مزيد من البحث في استخدام اللقاحات ضد مرض الزهايمر. نقول ان اللقاح احرزت الابحاث المتعلقه باللقاحات لعلاج مرض الزهايمر تقدما هائلا منذ انتهاء التجربه الايوبي في عام 2005، وتظهر اللقاحات البكتيريه المعاد تصميمها مثل الاي ان 1792 السريريه للقاح نتائج واحده في التجارب السريريه للمرحله الثانيه. وعلاوه على ذلك ان ابحاث 311 المرحلة الأولى من التجارب الـ AV1959D الحمض النووي في طريقة أيضا، حيث دخل اللقاح السريرية ويظهر العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة المعتمدة نجاحا في إبطاء تقدم المرض لدى المرضى المصابين بمرض الزهايمر في مراحل مبكرة. وتكمن الأهمية هنا في التشخيص المبكر للمرضى لتلقي العلاج الفعال في مرحلة مبكرة بما فيه الكفاية. لو جينا نتكلم على أهمية أبحاث اللقاح كوسيلة لعلاج مرض الزهايمر الـ EIC، علاوة على ذلك بتناقش هذه الأهمية أبحاث اللقاحات ضد مرض الزهايمر واضحة، ومقارنة بالعلاج المناعية السلبية فإن التطعيم ميسور التكلفة ولكنه قادر على استهداف عدد كبير من الأشخاص المعرضين للإصابة، يؤدي لحماية أطول أمدا من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي يتم إعطائها بشكل سلبي. ولابد أن يجمع تطوير اللقاح بين الفعالية المرضية ومستوى مقبول من الأمان للمرضى. ومن المثير للاهتمام اللقاحات القائمة على الأحماض النووية والبكتيرية قيد الاستكشاف في مكافحة مرض الزهايمر، وهي تظهر ميزات واعدة. رالف تريب الرئيس التنفيذي للقاحات: يجب أن يكون البحث في علاج مرض الزهايمر واللقاحات مفتوحا لتمكين نشر نتائج البحث بكفاءة وبالتالي تقديم العلاج. واللقاحات هي مجلة مفتوحة المصدر بتنشر النتائج والمحدثة في مجال أبحاث اللقاحات. وهنا إحنا بنبحث عن دكاترة الأمراض النفسية والعصبية اللي هم يقولوا لنا رأيهم في حكاية اللقاحات ضد مرض الزهايمر. مع السلامة.